السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد أبو حسين، مهندس زراعي مختص في مجال مكافحة الحشرات والقوارض. اليوم إن شاء الله راح نحكي أو نتحدث عن أهم الفروقات بين حشرة بق الفراش والبراغيث. قرصات في الجسم ما بنعرف وين مصدرها أو ما بنعرف شو مصدرها، اعتقادات خاطئة. أنا بشوف حشرة بحكي هاي براغيث، هاي بق الفراش. إن شاء الله في هذا الفيديو راح أوضح أهم الاختلافات الموجودة بين حشرة بق الفراش والبراغيث، اللي هي أخطر حشرات ممكن تهاجم الإنسان وتسبب قرصات للإنسان مؤذية ومؤلمة وبتسبب له العديد من التوتر والقلق. يا ريت إذا أنت مهتم في هذا الموضوع تستمر في مشاهدة هذا الفيديو، راح نحكي عن أهم المميزات وأهم الفروقات، وإن شاء الله راح تطلع عارف تميز بين قرصات البق وقرصات البراغيث. إن عجبكم الفيديو يا ريت عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا أي ملاحظة زي ما عودناكم دائما تكتبوا لنا إياها أسفل الوصف. أنا لكم من جديد للحديث عن حشرة بق الفراش والبراغيث وأهم الفروقات بينهم. أول فرق المظهر الخارجي، بق الفراش مظهره الخارجي بيضاوي الشكل، يشبه بذور الكتان، اللون بني محمر، أي بينما البراغيث أيضا بني محمر، ولكن حجم الجسم أطول من حجم حشرة بق الفراش زي ما احنا شايفين بالصور أمامنا. ثاني إشي التغذية، البق الفراش حشر نشاطها ليلي، بينما البراغيث تتغذى في أي وقت سواء كانت في النهار أو الليل. القرصات، بق الفراش في الجزء العلوي من الجسم وتكون حمراء مدببة أو حمراء مسطحة، بينما البراغيث في الجزء السفلي، ولكن أحيانا بتكون بشكل عشوائي من الجسم، وأيضا تكون على شكل قرصات متقاربة وتكون أحيانا عشوائية. هذا أهم الفروقات بين بق الفراش والبراغيث. نيجي على العائل، حيث يكون العائل بق الفراش يعني بهاجم الإنسان، بينما البراغيث تهاجم الحيوانات. هلأ بق الفراش في حال عدم تواجد الإنسان ممكن ينتقل إلى الحيوانات لأنه بحتاج إلى تغذية، بينما البراغيث في حال عدم تواجد الإنسان الحيوانات اللي هو العائل الرئيسي يتجه إلى وين؟ إلى المنازل عن طريق القطط، عن طريق الحيوانات. لذلك دائما إحنا المنازل اللي بيكون فيها حيوانات أكثر عرضة للإصابة بالبراغيث، لأن الحيوانات هي العائل الرئيسي لتواجد حشرة البراغيث في المنزل. هاي أهم الفروقات. أيضا من الفروقات المهمة وضع البيوض، حيث تضع حشرة بق الفراش بحدود 300 بيضة خلال دورة حياتها، بينما البراغيث تضع بحدود 150 ل 350 بيضة خلال أسبوع أو أسبوعين. لذلك في تكاثر بكمية كثير كبيرة بين حشرة بق الفراش وحشرة البراغيث، يعني في فروقات كثير واضحة من ناحية الجسم، المظهر، العائل، طريقة التغذية. هاي كلها فروقات مهمة بين حشرة بق الفراش والبراغيث. وأيضا الحركة، بق الفراش لا تطير، لا تقفز، بينما تسبح يعني أو تزحف من مكان الإصابة إلى جسم الإنسان، بينما البراغيث بالعكس تقفز، لها أرجل تقفز، لا تطير أيضا ولكن تقفز. هاي أهم الفروقات. وأيضا نقل الأمراض، بق الفراش لا ينقل الأمراض، بينما يسبب التوتر، يسبب القلق، إزعاج، عدم مقدرة على النوم، تفكير، بينما البراغيث بتنقل العديد من الأمراض، وأهمها مرض الطاعون والعديد من الأمراض اللي بتسببها حشرة البراغيث. لذلك أنا حبيت أوضح بين هذول الحشرتين، لأنه حشرة بق الفراش والبراغيث من أهم الحشرات اللي بتكون موجودة في المنزل وبتسبب قرصات وبتسبب أذى، خصوصا على الأطفال والإنسان بشكل كامل، حتى على الحيوان بتسبب ضرر. يعني بتلاقي الإنسان بصير تأثير نفسي عليه، قلق، قلة نوم، بينما أيضا من حشرة بق الفراش. لذلك أنا حبيت أورجيكم صور بق الفراش وصور البراغيث،
وحبيت أشرح لكم عن البيوض والمظهر الخارجي، لأنه معرفة الحشرة بتخلينا نعرف كيف نتخلص من هاي الحشرة، لأنه طريقة مكافحة بقي الفراش تختلف عن طريقة مكافحة البراغيث. لكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ولا تعليق تكتبوا لنا إياه أسفل الوصف زي ما عودناكم دائما، وشكرا لكم.